الاستحواذ والأداء الجيد والإشادة، كل ده كلام جميل، لكن في النهاية كرة القدم تاريخها لا يحسب إلا بالنتيجة، محدش بيفتكر أداء بيفتكر نتائج. عشان كده إحنا مصرين إن إحنا نعالج الأخطاء اللي بتخلينا ممكن نعمل أداء والنتائج، مصرين على كده، وإن شاء الله نحاول نوصل نشوف الحاجات اللي ممكن تتعمل إيه ونحاول نوصل، لأن فعلا لو اقترن الأداء بنتيجة الأمور هتكون مختلفة تماما عن اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي، لأن أنا شايف برضه إن فرقتنا ممكن تروح لبعيد جدا، لأن أنا عارف قدراتهم، ومش عشان مباراة الأهلي، إحنا فعلا السنة اللي فاتت فريقنا كان بيلعب كورة متميزة لظروف محيطة حاطت بينا في موضوع تكوين الفريق، لكن فرقتنا فعلا ممكن تروح لبعيد لو قدرنا نحل اللغز ده، لو قدرنا نقارن الأداء بنتائج زي الفرق الكبيرة يعني، ففرقتنا ممكن تروح لبعيد، وأنا متخيل فرقتنا إن هي إن شاء الله هتبقى في مكانة كويسة إن شاء الله. صحيح.